اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي، ولسه مكملين مع حوار ممتع جدا لان اجاي الصوره اللي واصله لكم شايفينها على ارض الواقع بطريقته بكلامه باحترامه باخلاقه العاليه جدا، وبعدين اجاباته كلها طبيعيه وطالعه من قلبه. قبل الفاصل كنا بنتكلم زي ما اتكلمنا عن مباراه الزمالك انها بتبقى ليها استعداد خاص، اتكلمنا على انه جاله عرض من الزمالك وهو موجود في الصفاقسي قبل ما يجي على النادي الاهلي. اجاي يمكن جالك عرض من نادي الزمالك وكان ليك متابعه جدا عند جماهير مصر كلها، على اعتقاد ان انت في البدايه كنت ممكن تيجي الزمالك ولكن بعد كده جيت على النادي الاهلي. Yes, I was in the national team in the Olympics. I remember. فعلا انا كنت في المنتخب الاولمبي نيجيريا. I am having an offer from two Egyptian team and when they قالوا لي ان جالك عرض من ناديين مصريين. كان الزمالك والاهلي، وطبعا فضلت اروح الاهلي لان من وانا صغير بتابع الاهلي ومن المغرمين بلعب الاهلي، وكنت بتابع النادي الاهلي ومنتخب مصر، وكنت عارف ان معظم لعيبه منتخب مصر من النادي الاهلي. فانا قلت هو ده النادي اللي انا هختاره من الاول خالص، لو هلعب في مصر هلعب في الاهلي، لان ما كانش ممكن بالنسبه لي العب في نادي تاني في مصر غير الاهلي. كان الاختيار سهل بالنسبه لي من الاهلي او اي نادي تاني. طبعا ما فيش كلام لان ده اكبر نادي في مصر. يعني التفكير ما خدش معاك وقت، كنت حاسم رغبتك طالما في اكتر من نادي لكن رجحت كفه النادي الاهلي. طبعا انا اخترت على الفور، ما فكرتش، ما كانش موقف صعب بالنسبه لي ولا اختيار صعب، ما كانش قرار صعب بالنسبه لي ان اختار الاهلي طبعا. حتى لو النادي الاهلي ساعات ما بيحققش نتائج كويسه، ده اكبر نادي في مصر وفي افريقيا واي لاعب يتمنى يلعب له، وشرف ليا ان البس فريق النادي الاهلي. كانت امنيه وحلم انك تلعب للنادي الاهلي في يوم من الايام؟ يس بالفعل كان نفسي العب الاهلي من وانا صغير، والحمد لله ان قدرت احققه. لما تلعب لنادي زي الاهلي بيبقى صعب تلعب في اي نادي تاني في افريقيا، لازم تفكر بعد كده تطلع اوروبا، صعب تلعب لاي نادي بعد ما تلعب الاهلي في افريقيا، تطلع ممكن بعد كده لريال مدريد او برشلونه.